مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل. شو رأيكم بالسيليكون؟ سيليكون جيل ما شابه ذلك، قديش بيفيد بالندبات، من ندبات الضخامية، من ندبات سكارز، ندبات الضخامية هايبرتروفيك سكارز، بالجدرات. هلأ لما نحكي، قلنا بفيديو سابق الهايبرتروفيك سكار هي اللي بتتشكل تقريبا قبل 6 شهور من عمر الندبة. يعني شو يعني الندبة وعمرها بعدين مار 6 شهور؟ عادة بالمجمل بتتشكل خلال هالفترة وتسمى هايبرتروفيك سكارز، ولا تتجاوز حدود الجرح. ممكن يكون سطحها مرتفع عادة بالمجمل عن مستوى الجلد. الجدرات الكيلو إيس بتتشكل بعد عمر 6 شهور إلى استعداد وراثي تنكسر عن بعض الأعراق أكثر من غيرها، وقد تسبب كتير إزعاج. في ناس مثلا يمكن سكراتشينج إبرة، ما شابه ذلك ممكن تتشكل. عادة السيليكون جيل هو برودكت منتج جيد مميز لعلاج سكارز الندبات اللي بيعاني منها أي شخص بعد حوادث، بعد عملية جراحية، بعد ممكن قلنا ندبات حب شباب، ممكن سكراتش مثل ما بيقولوا، تخريج خمش مثل ما بيقولوا بالعامية. الأساس هو زيت السيليكون كمكون أساسي في علاج الندبات، الندبات الضخامية والهايبرتروفيك سكارز يعني، والجدرات أو الكيلو إيدز. أي تشوهات بشكل الجلد أو أي عيوب في مزعجة لأي شخص، ما بس السيدات، الرجال، النسوان، الأطفال، والنساء ممكن يهتموا بالمظهر أكثر من غيرهم، وبعرضهم هذا شوي لضعف الثقة بالنفس والأحباط. السكارز عادة بالمجمل هي عبارة عن أنسجة ليفية تحل مكان الجلد الطبيعي بعد إصابته، أي أنها تنتج عن عملية طبيعية لالتئام الجروح التي تحدث نتيجة لتعرض لحادث أو لمرض أو لعمل جراحي. قلنا بالمجمل الجسم بتشكل من بروتينز، البروتين الغالب بالجسم هو الكولاجين. الكولاجين له أنواع كتيرة، تقريبا في له 13 نوع، أحصي حتى الآن 13 نوع أو أكثر. عادة بالمجمل بالجلد الطبيعي، طبعا الجلد بشرة وأدمي، البشرة هي خلايا الأبيديرمس، الديرمس هي ألياف، في كمان ألياف. الأساسي طبعا بالجلد الطبيعي بيكون تركيب الألياف بشكل إله مظهر مرتب. بالندبة لا، بيصير مثل وقت الواحد إذا فايق من نومه شعره منكوش، بتستخدم الكومب المشفط لتسرحون. بالمجمل الجيل، بالمجمل السيليكون جيل، جيل في له أسماء كتير، مش رح نحرد أو نحكي هلأ على نوع. طبعا بيعتمد على السيليكون المفيد للبشرة أو المفيد للجلد، بيساعد بشكل أو بالتاني. قلنا في نظريات كتير على تأثيره، بيساعد على الاحتفاظ بالماء، وبيساعد على تنفس الجلد، وهو من الفيرست تشويسز، العلاجات الأولى لمعالجة الندبات، مع تركيبات بتخليه مثالي للعديد من الاستخدامات. طبعا بيساعد بمنع تطور الندبة بشكل غير طبيعي، مثل ما قلنا تتشكل هايبرتروفيك سكارز، ندبة ضخامية، أو حتى تتشكل جدرات كيلو إيس، وبيوقف أو يوقف تطورها أو زيادة حجمها. بيساعد على شفاء سطوح الجروح مثل ما قلنا، ممكن يكون سكراتشينج نتيجة حادث، نتيجة حرق. طبعا مفيد السيليكون جيل عادة مثل ما قلنا لازم نبدأ فيه بشكل مبكر بعد التئام الجرح، فهو مفيد بالندبات الجديدة. طبعا لقدام ممكن يصير الاستخدام للسيليكون شيت
اللصاقات هو مرجح اكثر. طبعا بيعمل ريسيرفيسينج تسطيح تنعيم للسكارز، وبيخفف الايتشنج، بيخفف الحكه، بيخفف الانزعاج الاريتيشن المرتبط بالندبه. طبعا ممكن قلنا بنبدا بوقت قليل، هو ممكن يكون ساعتين ثلاثة ليومين ثلاثة لنتأكد انه ما صار تحسس من المادة. بعدين بنرفعها ليمكن يصير 24 ساعة. طبعا استخدام سهل، مانا مؤلمة. وطبعا بالسيليكون جيل طبعا في طريقة محددة حكيت عنها بفيديو تاني. طبعا ممكن استخدمه للأطفال المرضى اللي بشرتهم حساسة، في فيديو وعدت إحداهن إحدى متابعاتي وعدتها نعمل فيديو عن البشرات للسام، بعتذر على التأخير. يمكن استخدامه أيضا بمناطق الجسم كلها، حتى بالوجه بالرقبة. ما بيسبب حساسية إلا إذا كان الشخص متحسس على المادة بحد ذاتها، مثل وقت اللي أنت بدك توصف دواء بقوله لك كونترا انديكيشن، مضاد الاستطباب، انه الحساسيه للماده نفسها. وعاده من المجمل بنبدا مثل كانه عم نعمل تيست، بنبدا بنطبقه لوقت قليل ساعتين ثلاثه وبنرفعهم. طبعا لا يسبب تهيج للجلد. طبعا بدنا نكون نحرص على النظافه عند استخدامه. طبعا بجف بسرعه وغير لزج، مما طبعا مو خليك تلبس ثياب بعد ومسموش مباشرة، يعني ما تحطه تلبس مثلا الجرابات او ما شابه ذلك. طبعا لازم اذا كان سيليكون شيت قلنا بفيديو تاني لازم نغسله بالمي والصابون الجلد والسيليكون شيت. طبعا ممكن للنساء يستخدموا فوقهم المنتجات، اوكي مثل ما قلنا ممكن يساعد على علاج الندبات الانكماشية. كونتراكتشر سكارز هي السكارز اللي ممكن تتشكل عادة بالمجمل بعد البرنز الحروق. وطبعا بفعل تأثير السيليكون جيل فهو بخففها، بيساعد بعلاج الهايبرتروفيك سكارز. هي مثل ما قلنا سميتها أنا قبل أو عرفتها بهالفيديو وفيديوهات سابقة، طبعا لعلاج الكيلو إيتس. طبعا هي كأنه ما فينا نسميها أورام حميدة، وقد يستخدم فيها أحيانا حقن العلاج الشعاعي الكيموثيرابي، سوري مش الكيموثيرابي، حتى أحيانا الكيموثيرابي ممكن استخدمنا. نعم بعض المركبات مثل 5-فلورو أوراسيل، طبعا علاج حب الشباب، طبعا بيساعد علاج الستريتش ماركس هي اللي بتصير بعد الحمل الولادة الإرضاع. بيكتسب الوزن، بينقص طبعا بعد الناس اللي بيزيد وزنهم بينقص بسرعة. طبعا في اشياء كتير احتياطات ملازم نعملها. طبعا اكيد لازم تطبق على جلد نظيف، بنغسله بالمي والصابون بنجفف، بنوضع طبقة رقيقة من الجل على الندبات من 2-3 يوميا. قلنا الطريقة قبل، ابدأ بوقت قليل وبعدين زيده، بننتظر بنفرشه دون فرق دون تدليك عكس معظم الكريمات التاني. طبعا اكيد ننتظر الجلد complete healing، شفاء تام. طبعا والفترة مو بس شهرين ثلاثة، ممكن تمتد لسنة. طبعا قلت لازم يكون جلد جاف، اوكي. كونترا انديكيشن على الاوبن ووس، على الجروح المفتوحة، على الاغشية المخاطية، العينين. طبعا توبيكال تطبيق خارجي، استخدام خارجي فقط. كيب اوت اوف ريتش اوف تشيلدرن. طبعا ما بيصير تعمل ميكسينج بينه وبين انتي بايوتكس مثلا كريمات للجلد. عادة في بعض الكريمات اللي هي تستخدم للحساسية اذا كان تركيبها انتي هيستامين ككريم ممكن تعمل اريتيشن، هاي لازم تعرفوها. عادة الحبوب بتكون مفيدة اكتر كأنتي هيستامين من الكريمات. طبعا له مزايا كتير، بيساعد له مزايا كتير بتساعد على تخفيف الندبة.
ممكن نلحقها بفيديوهات تانية عن السيليكون جيل، ونعرف الفروق بين السيليكون جيل والسيليكون شيت. كان معكم دكتور باسم. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. بتمنى تنشروا الفيديو لأصدقائكم. لساتني طبعا للوقت عنا فيديوهات تاني، بس عادة الوقت بيحكمنا. عم حاول ما أخذ وقت كتير بتحضيرها، في ممكن ناس كتير يضطروا يعني لوقت كبير لتحضير الفيديو. أنا حسب وقتي وحسب عم حاول أقدم شوية نصائح. كان معكم دكتور باسم. عملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس.